أعزائي المشاهدين، أما الآن وإلى أمريكا وخصوصا إلى ولاية أوكلاهوما، تم تكريم الطالبة السعودية لمى الشدوخي على حصولها على المركز الأول في تخصص الهندسة الطبية الحيوية. أرحب عبر الهاتف بلمى الشدوخي. مساء الخير. أهلين. أهلا. بداية لما قبل ما نبدأ إحنا بالأسئلة، أكيد نبارك لك على حصولك على المرتبة الأولى في الهندسة الطبية الحيوية على مستوى ولاية أوكلاهوما، فألف مبروك لك. الله يبارك فيك. بداية لما كيف قدرت أنك تتميزين في الحصول على المرتبة الأولى في الدفعة؟ أولا حابة أشكر البرنامج الرائع على استضافتي عبر الهاتف، ونشكر اهتمامكم بنجاح المرأة السعودية، وإنه أنا نجاحي بدأ من طموحي وحبي للعلم وحبي لإني أنا أكون مجتهدة، والحمد لله وقفت أمي جنبي هي اللي ساعدتني أكثر شيء إني أكون مجتهدة في دراستي. نعم. طيب لما كيف كان صدى التكريم خصوصا انك حصلت على المركز الاول في التخصص اللي هو تخصص الهندسه الطبيه الحيويه، كيف كان التكريم؟ هو عن طريق إيميل الجامعة، كانت عبارة عن دعوة بحضور الحفل لتكريم الخريجين الأوائل، وبس لقيت بس أخذت بس جاني المسج، رحت عند المسؤولين واستفسرت، ومن هناك عرفت إنه بمناسبة التكريم عشان إني أخذت الأولى في تخصص الهندسة الطبية الحيوية. نعم، طبعا اكيد الف مبروك ثاني مره نقول لك اياها. كلمه اخيره حابه توجهيها لابنائنا الطلاب والطالبات ابناء هذا الوطن. اول شيء انه كلمه انه انا حابه اشكر خادم الحرمين الشريفين على اعطاء فرصه للتعافي الخارجي لابناء الوطن، وان شاء الله نقدر نخدم بلدنا، وحابه اقول لابناء الوطن انه ما في شيء مستحيل عشان الواحد يقدر يوصل لهدفه، وزي ما تعلمنا في المدرسه انه من جد وجد ومن زرع حصد. طبعا اكيد ما في شيء مستحيل، وانتم طلابنا ومشرفينا بالخارج ونموذج فعلا نتشرف فيه. المبدعه لمى الشدوخي، شكرا لك ونتمنى لك اكيد كل التوفيق. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن اكيد برنامج سيدتي حيبدا فقراته لهذا اليوم. في سيدتي بعد الفاصل، مصممة الأزياء لما سعد تكشف عن مجموعتها الجديدة لسيدتي.